أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى، وهي جولة في الصحافة حول العالم. نبدأها بالعناوين. مجلة ناشونال انترست تقول إن العقوبات لن تنهي الحرب الروسية في أوكرانيا. وول ستريت تشير إلى أن الولايات المتحدة تصعد غاراتها ضد مسلحي داعش في سوريا. فاينانشال تايمز تقول إن هناك تحذيرات من أن الطقس القطبي المتجمد سيسيطر على النصف الشمالي للقارة الأمريكية. بينما تستعد أوروبا إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، يبقى السؤال: هل هذه الطريقة في مواجهة حرب روسيا بأوكرانيا هي الوسيلة الأكثر فعالية، أم أنها قد تأتي بنتائج عكسية؟ هذا الموضوع طرحته صحيفة ناشونال انترست في تقرير لها بعنوان العقوبات لن تنهي الحرب الروسية في أوكرانيا. التفاصيل تقول إن سعي الغرب نحو ما تسميه بخنق موسكو اقتصاديا يقوض قدراتها على الدفاع حتى عن أراضيها، ما يضعها في مواجهة تهديد وجودي ولا يترك لها خيارا سوى التصعيد النووي. تشير الصحيفة إلى أن حتى محاولة الغرب عزل روسيا اقتصاديا ليست فعالة بالشكل الكافي، إذا لا تزال بلجيكا تستورد الماس الروسي، وتستورد فرنسا والمجر وسلوفاكيا وفنلندا الوقود النووي الروسي، وتواصل اليونان الكفاح من أجل حقها في نقل النفط الروسي. وبينما يعتقد الغرب أن قراره بحظر النفط الروسي هو إنجازه الأكبر، إلا أن القرار لا يسري سوى على النفط المنقول بحرا، ولا يشمل المنقول عبر الأنابيب، وحتى ألمانيا وبولندا لا تزالان تستوردان النفط من روسيا رغم تعهدهما بغير ذلك. تختتم الصحيفة بأنه في الوقت الذي يعتقد فيه الغرب أنه يجعل من روسيا عبرة لكل دولة تحذو حذوها، إلا أنه في الحقيقة إن موسكو هي من تقدم للدول دليلاً مستقبلياً لما يمكن فعله للالتفاف والهروب من العقوبات الغربية. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. صحيفة تلغراف وتحت عنوان بريطانيا تزيد من إنفاقها العسكري على خلفية الحرب الأوكرانية، أكدت الصحيفة نقلا عن تقارير إعلامية أن لندن تستعد لزيادة ميزانية الدفاع الخاصة بها بنحو 1.8 مليار دولار. وتوقعت الصحيفة أن يعلن وزير الخزانة البريطاني عن الزيادة للعام المالي 2025 في ربيع عام 2023. صحيفة بوليتيكو سلطت الضوء على التطورات التي يشهدها الشمال السوري في مقال بعنوان داعش ينتظر العمليات التركية في سوريا بفرحة. الصحيفة قالت إنه في الوقت الذي يراقب العالم عن كثب، ما إذا كانت أنقرة ستشن عملية عسكرية برية في الشمال السوري، فإن داعش ينتظر فرصته في الظهور هناك، حيث حذر خبراء من أن جهود واشنطن لإبقاء التنظيم الإرهابي تحت الحصار لعدم العودة قد تنهار. مجلة نيوزويك وفي مقال بعنوان بوتين عالق بين نارين، ذكرت المجلة نقلا عن جنرال أمريكي متقاعد قوله إن بوتين أصبح حاليا في وضع لا يمكنه تحقيق مكاسب كبيرة في حربه في أوكرانيا، لكنه أيضا لا يستطيع التراجع عن الصراع لأن بقاءه الشخصي بات على المحك على حد قوله. مجلة فورن بوليسي وتحت عنوان تيك توك قالت إنه رغم تباطؤ إدارة بايدن في تقييد التطبيق المملوكي للصين، فإن الضغوط تزايدت لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، خاصة بعد تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على فرض حظر على استخدام تطبيق تيك توك فيما وصف بأنه جزء من محاولة لمكافحة المخاوف الأمنية المتعلقة بشركة السوشيال ميديا الصينية المالكة للتطبيق. فاينانشال تايمز البريطانية وفي مقال بعنوان العام في كلمة المرأة الحياة الحرية، تحت هذا العنوان قالت الصحيفة في تحليل لها إن الكلمات الثلاث ترمز إلى مسار لا رجعة فيه في تاريخ إيران المعاصر بعد أكثر من 100 عام من النضال من أجل الحرية والمساواة بين الجنسين، حيث وصلت مطالب الإيرانيين بالحكم الديمقراطي إلى مرحلة جديدة حرجة، حيث تلعب النساء أدوارا قيادية.
وحول جدوى العقوبات الغربية ضد روسيا لوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا تنضم إلينا من برلين نجاة عبد الحق الباحثة للشؤون الأوروبية. سيدة نجاة، يعني الصحيفة أفردت مساحة كبيرة لهذا التساؤل أو محاولة البحث عن إجابة لهذا التساؤل حول جدوى العقوبات على روسيا لوقف هذه الحرب وأن المتضرر الأكبر هو أوروبا. كيف تقرأين ذلك؟ مساء الخير وأهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. موضوع العقوبات هو يعني منذ بدايته هناك دعيني أقول مدرستان للتعامل مع الأزمات السياسية والحروب. أحد هذه المدارس تؤكد أن العقوبات هي الحل الأنجع والأفضل، والمدرسة الأخرى تقول أن العقوبات يعني أثرها محدود جدا وردود فعلها التي تؤثر عليها في مثلا الأسواق أو على المجتمعات أكبر يعني سلبا على المجتمعات الأخرى عدا الذين يريدون معاقبتها مثلا روسيا وأوروبا في الوضع الحالي. ولكن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشكل عام قررت أخذ طريق العقوبات. العقوبات الأخيرة تختلف عن العقوبات التي كانت قبلها لأنها ضد أشخاص محددين، ضد أعضاء البرلمان الروسي، ضد البنوك الروسية، واستثنت القطاعات التي تتعلق بالزراعة وخاصة الصناعات الكيميائية لإنتاج الأسمدة. نعم هذه العقوبات تؤثر على أوروبا، ونعم أوروبا المواطن الأوروبي يدفع الثمن غاليا بسبب هذه العقوبات، ولكن ليس بيد الاتحاد الأوروبي وسائل أخرى سوى الحرب، ولا أحد يريد الدخول في الحرب. لذلك وإن كان أثر العقوبات المباشر ضئيل الآن، ولكن على المدى البعيد خاصة آخر حزن العقوبات سيكون لها أثر على أشخاص لهم دور في اتخاذ القرار في روسيا وقد تكون ناجعة. طيب، يعني أيضا الصحيفة أشارت إلى أن ألمانيا وبولندا لا تزالان تستوردان النفط من روسيا رغم تعهدهما بذلك، ألا يضعهما ذلك في حرج أمام الرأي العام أولا ومع الاتحاد باقي دول التكتل الأوروبي ثانيا؟ نعم، هناك تفصيلة مهمة جدا ما يخص العقوبات وأنا لم أقرأ المقال لذلك لا أعرف إذا كانت الصحيفة تنوه لها. العقوبات على النفط الأوروبي شملت العقوبات حول سحب النفط عبر الأنابيب وليس عبر السفن، ولذلك كان على الاتحاد الأوروبي أن يقدم تنازلا وحل وسط مع هنغاريا أي المجر لأنها تستورد النفط عبر الأنابيب، ولكن الحظر لم يشمل استيراد النفط عبر السفن، ولذلك كل تفاصيل العقوبات وإلى آخره فعلا مركبة ومعقدة. بولندا وألمانيا سيشعران بحرج أكبر كثيرا إذا لم يتمكنوا من تدفئة شعبهم عند اللزوم في هذا الشتاء القارس، ولذلك الناس العادية في الشوارع طبعا هي قلقة من الحرب وتريد دعم أوكرانيا، ولكن لا تريد دفع الثمن بأن تكون بيوتها ومدارسها ومستشفياتها باردة، ولذلك ولأن هذا البند موجود في العقوبات بأن النفط المستورد عبر الناقلات لا يخضع للحظر لا يوجد حرج على هذه الحكومات. نعم، طيب خطة السلام، يعني هناك حديث عن خطة سلام، عن مبادرات لإجراء مفاوضات ومحادثات، لماذا لم تفلح حتى الآن رغم طرحها من أكثر من جانب؟ نعم، يعني خطة السلام أعتقد هي جزء من التكتيك الحربي. الجميع يعلم أن لا أحد يصل إلى طاولة المفاوضات إذا لم يكن يعني يحقق أي شيء على الأرض في ميدان الحرب. لا يمكن فصل المفاوضات عن المعارك الجارية أو عن قضايا أخرى. فعلا هناك عدة جهات حاولت، منها الرئيس التركي، منها المكالمات الأخيرة للرئيس الفرنسي ماكرون مع بوتين، ولكن قد يبدو الوقت ليس مناسبا بعد، ولا أو تكون هناك أطراف حتى في العالم الغربي غير متفقة بين بعضها البعض كيف يعني يجب الوصول إلى حل مع روسيا. ولكن عاجلا أم آجلا أعتقد الربيع المقبل ستبدأ هناك مفاوضات جدية جدا، لأن أيضا هناك الكثير من المعلومات أن العقوبات وإن لم تضر بالاقتصاد الروسي مباشرة ولكنه يتأثر المداخيل، هناك أيضا تضخم في روسيا، هناك عزوف عن المشاركة في الحرب بين الشباب وقضايا معقدة كثيرة أخرى غير قضية الغذاء والأمن الغذائي حول العالم. كل هذا يضع الجميع أمام مكان عليهم أن يصلوا إلى طاولة المفاوضات، ولكن يبدو لي، أنا لست خبيرة عسكرية،
يبدو لي أن الوقت لم يحن على أرض المعركة بعد. يعني هذا تحديدا هو ربما ما ذهبت إليه نيوزويك حينما تحدثت عن أن بالفعل ليس هناك حسم لهذه المعركة، وأنه بوتين بين نارين لا يستطيع تحقيق المكاسب التي كان يصبو إليها، وفي نفس التوقيت لا يستطيع الانسحاب وإنهاء هذه العملية. هذا صحيح، وأعتقد أنه ليس فقط بوتين في هذا الموقف، ولكن أيضا أوكرانيا وجزئيا حلف الناتو، الجميع الآن مثلما نقول على الآن يعني في وضع لا يستطيعون التقدم مثلما كانوا يتمنون أو يتخيلون، لأن توقعات قوة الطرف الآخر أو نفسه الطويل أو عدمه لم تتوافق مثلما كانت المعلومات. والآن نرى أن أوكرانيا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة زيلينسكي الأخير لتزويد أوكرانيا بسلاح أكثر، وهذا يعني أن مخزون السلاح الذي لديها يبدو أنه شارف على الانتهاء، أو أنه لن يستطيع الاستمرار في الحرب لفترة طويلة. وبنفس الوقت بوتين في مكان لا يستطيع التراجع، العقوبات أثرت على روسيا شيئا فشيئا، ولكنها مؤثرة جدا على أوروبا. أمريكا تأثرت بالتضخم ولكن لا تتأثر بالقضايا الأخرى مثل أوروبا لأنها بعيدة. جميع الأطراف لا يستطيعون جني المكاسب من هذه الحرب، ولكن لا يستطيعون التراجع. لذلك أنا أؤيد المقالة في نيوزويك، وأعتقد أنه هذا هو الوضع الحالي فعلا. وأتأمل يعني حسب التوقعات ووضع الشتاء القارس، الطاقة وإلى آخره، أن تكون هناك مفاوضات جدية مع بداية الربيع القادم. طيب، يعني عودة إلى ناشونال انترست والتساؤلات أو ربما الإشارات التي أوضحت إلى أن محاولة الغرب بخنق موسكو، أن موسكو تحدت هذه المحاولات وقدمت دليلا مستقبليا على كيفية الالتفاف حول العقوبات. كيف تقيمين ذلك؟ هل بالفعل يعني نجحت موسكو ومن ورائها بالطبع بوتين في تقديم هذا الدليل المستقبلي؟ يعني حقيقة المعلومات الواردة من مصادر مختلفة تؤكد على سبيل المثال بأن الروس أعدوا أسطولا موازي يسموه شادو فليت لنقلات النفط التي تتحرك ليس تحت العلم الروسي، وأنها تحت أعلام دول أخرى لنقل النفط الروسي إلى حتى الدول التي عندها الحظر أو الدول التي تهدد أن يصيبها حظر أوروبي إذا اشترت النفط الروسي على سبيل المثال. وكانت هناك أخبار كثيرة عن نقل النفط الروسي في أعالي البحار حتى أمام الجزر اليونانية الذي تم وقفه قبل تقريبا 10 أيام، أو يوم 5 ديسمبر أكثر من 10 أيام. يعني نحن نعلم أن البعد النظري لأي عقوبات على الورق هي عملية سهلة جدا، ولكن التنفيذ على أرض الواقع ليس بالضرورة أن يكون محكماً جداً. العقوبات ضد إيران كانت أسهل لأن كان هناك توافق كبير حولها وكان هناك التزام بها، وعلينا ألا ننسى أن المنفذ البحري لإيران عبر الخليج العربي يمر عبر الدول الأخرى التي ممكن تساعد على رقابة خروج ودخول مثلاً النفط الإيراني. لكن روسيا وضع مختلف، روسيا دولة مترامية الأطراف، هي قارة تقريباً لها منافذ في الشرق على البحر في الشمال وفي غربها في سان بيترسبورغ، فالتحكم والسيطرة على كل ذلك ليس سهلا. لكن علينا ألا ننسى أيضا أن روسيا تأثرت خاصة ما يخص الغاز، خطوط إمداد الغاز إلى الشرق سيبيريا 1 وسيبيريا 2 لم تنتهي كليا بعد، أي أن كمية ضخ الغاز التي كانت تضخ إلى أوروبا لم تستطع روسيا تعويضها لغاية الآن. وهناك قضايا أخرى تتعلق بالروبل والعملة الصعبة وتجميد الأصول الروسية خارج روسيا وإلى آخره، التي أثرت أيضا على الحرب. أؤكد مرة أخرى أن هذه بلد ضخمة جدا مع قوة عاملة، نعم، ضخمة، مع معرفة صناعية، هي ليست دولة صغيرة متواضعة إنما دولة ضخمة. أعتقد أن جزئيا فعلا روسيا تحاول إيجاد الحلول مثلما أوروبا تحاول إيجاد الحلول لبدائل استيراد الغاز مثلا، ولكن كل ذلك يحتاج وقت لبناء البنى التحتية ولإيجاد الحلول البديلة. ونحن الآن في حرب على جميع الأصعدة، حرب نفط، حرب غاز، حرب مواد غذائية، حرب صناعات كيميائية، عقوبات على البنوك، على الأشخاص، وهناك معركة على الأرض، وكل هذه الأمور تؤثر على بعضها البعض. إذن دكتورة نجاة عبد الحق الباحثة في الشؤون الأوروبية كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.
الوقت الذي أعلنت فيه تركيا عن تفاهمات مع روسيا من أجل استخدام المجال الجوي للشمال السوري، كثفت واشنطن من عملياتها في المنطقة ذاتها بالتعاون مع حليفها وعدو أنقرة قوات سوريا الديمقراطية. هذا الموضوع تناولته صحيفة وول ستريت في تقرير لها بعنوان الولايات المتحدة تصاعد غاراتها ضد مسلحي داعش في سوريا، وتشير الصحيفة إلى أن القوات الأمريكية في سوريا تنفذ عمليات جوية وبرية محفوفة بالمخاطر لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بلغت 10 عمليات وبمشاركة 12 مروحية. وتلقي الصحيفة الضوء على حجم المخاطر النوعية التي باتت تواجه القوات الأمريكية تقوم بها مؤخراً، حيث بلغت مدة إحدى العمليات البرية 3 ساعات انتهت بالقبض على عناصر مهمة لتنظيم الإرهابي أحدهما قيادي يدعى الزبيدي. وتنقل الصحيفة عن مسؤول الملف السوري في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قوله إن سبب التصعيد الأمريكي في سوريا هو اضطرارها لمواجهة التهديد المتنامي من قبل التنظيم الذي استغل المشكلات الاقتصادية وعدم وجود تسوية للحرب المستمرة منذ 12 عاماً. تقول الصحيفة إن هذه الضربات تأتي كنوع من العلاج لتنامي خطر التنظيم الإرهابي، وتعتمد بالأساس على الطائرات المسيرة لتقليل المخاطر، ولكن لا تزال علامات الاستفهام قائمة حول كيفية تجنب مخاطر قيام تركيا بتنفيذ عمليات جوية بنفس المنطقة، وربما حتى تطال حليفة واشنطن قوات سوريا الديمقراطية. الصفحة الأولى مستمرة معكم من قناة الغد، وفيها بعد الفاصل. واشنطن بوست في مقالها الافتتاحي تقول إن الجمهوريين يصعدون خطواتهم ضد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة 2024. أهلا بكم من جديد. بينما سجلت بعض أجزاء من الولايات المتحدة وكندا وسيبيريا درجات حرارة أقل من 40 درجة تحت الصفر، يحاول العلماء فهم أثار تحول ما يعرف بالتيار النفاث المتغير. هذا الموضوع تناولته فاينانشال تايمز في تقرير لها بعنوان تحذيرات من سيطرة الطقس القطبي على شمال القارة الأمريكية. في المتن تقول الصحيفة إن عاصفة ثلجية غير مسبوقة تجتاح الولايات المتحدة أدت إلى إغلاق الطرق وإلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية بعد انخفاض درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق. أوضحت الصحيفة أن السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت تحذيرات لأكثر من ثلثي السكان من مخاطر عاصفة ثلجية تاريخية تحمل معها موجة صقيع قطبي. لفتت الصحيفة إلى أن نظام الطقس الحالي يعرف باسم قنبلة الإعصار، وهو مصطلح يطلق على العاصفة المتفجرة التي تشتد بسرعة، حيث تنخفض في مثل هذه العواصف درجات الحرارة مع انخفاض الضغط الجوي بشكل كبير نتيجة اصطدام كتلة هوائية باردة من الشمال بأخرى دافئة قادمة من الجنوب. أضافت الصحيفة نقلاً عن خبراء في الأرصاد إن درجات الحرارة ستسجل أدنى مستوياتها بين عشية وضحاها لتصل تحت الصفر في العديد من مناطق الغرب والوسط وفي أماكن أخرى عبر أجزاء من جنوب وشرق الولايات المتحدة. يكثف الجمهوريون المنافسون للرئيس السابق دونالد ترامب جهودهم لخوض غمار انتخابات الرئاسة التمهيدية في 2024، ما يعكس إحساسا متزايدا في هذا الحزب الجمهوري بأن الرئيس السابق بعيد عن الفوز بترشيحه. هذا الموضوع تناولته واشنطن بوست في تقرير لها بعنوان الجمهوريون يستعدون لخوض انتخابات الرئاسة التمهيدية 2024 ضد ترامب. وفي معرض تقريرها تقول الصحيفة إنه على الرغم من أن ترامب يبدو حتى الآن المرشح الرئاسي الوحيد الذي أعلن رسمياً تقدمه للانتخابات التمهيدية، لكن الجمهوريين يضعون علناً وفي الكواليس أسساً لحملات محتملة لمرشحين آخرين. وعددت الصحيفة أسماء بعض من هذه الشخصيات الجمهورية التي تستعد لخوض الانتخابات التمهيدية مثل حاكم فلوريدا رون دو سانتوس ونائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وغيرهم. وتعتقد الصحيفة إن إعلان ترامب خوض انتخابات الرئاسة التمهيدية لم يثر حماسة كبيرة لدى من اعتادوا تأييده، حتى أظهرت استطلاعات الرأي رفض العديد من الجمهوريين البارزين تأييده، وأصبح الكثيرون أكثر صراحة في انتقادهم له. تابعت الصحيفة إن ترامب لم يعتقد أي
تجمعا أو لم يعقد أي تجمع انتخابي منذ أن أعلن عن حملته في منتصف نوفمبر، بينما نقلت عن حملات لمنافسيه قولهم إنهم سيستفيدون من غرق ترامب في مواجهة مشاكله المتزايدة والتحقيقات في الاستعداد بشكل منهجي. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا، نتابع أبرز عناوينها. بوليتيكو تقول إن واشنطن تدرس تدريب أوكرانيين على نظام باتريوت في أراضيها، وأضافت الصحيفة أن البنتاغون يناقش تدريب القوات الأمريكية على تشغيل نظام باتريوت الصاروخي في قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة قبل نقله إلى كييف. أحوال التركي يقول إن تركيا تتهم حزب العمال الكردستاني بإثارة الفوضى في فرنسا، وجدت تركيا في الصدامات العنيفة بين المئات من الأكراد في باريس والشرطة الفرنسية فرصة لمهاجمة حزب العمال الكردستاني وكذلك الدول الغربية التي توفر ملاذات آمنة لمن تعتبرهم أنقرة تنظيمات إرهابية تابعة للمتمردين الأكراد. صحيفة جاكرتا بوست سلطت الضوء على تطورات فيروس كورونا في الصين في مقال بعنوان شنغهاي تحث السكان على البقاء في المنازل خلال أعياد الميلاد مع انتشار فيروس كورونا. أوضحت الصحيفة أن الخطوة جاءت بعد إعلان بكين تخفيف القيود الصارمة المفروضة وتخليها عن استراتيجية صفر كوفيد. صحيفة كييف بوست أفردت تحيزاً حول الحرب في أوكرانيا في مقال بعنوان تركيا تقول إن حرب أوكرانيا لن تنتهي بسهولة، حيث أقرت تركيا بأن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لن تنتهي بسهولة، وتوقع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار استمرار الحرب خلال العام المقبل بسبب استمرار الدعم الأمريكي والغربي لكييف. صحيفة فيزجلياد الروسية طرحت تساؤلاً في مقال بعنوان خطة سلام زيلينسكي ما هي؟ الصحيفة قالت إن الرئيس الأوكراني ناقش مع بايدن خلال زيارته لواشنطن ما قال إنها صيغة سلام من 10 نقاط، مؤكداً عزمه الكشف عنها في 24 فبراير المقبل، أي بالتزامن مع مرور عام على انطلاق العملية الروسية هناك. نصل بذلك إلى ختام هذه الجولة في الصحافة العالمية، شكراً لكم وإلى اللقاء.